السبب مخرجات المجموعه الطبيه جيب وعين حسب قانون التدرج الطبي. انا عندي هسه عدد احنا عندنا فائض بالصيادله وفائض ايش قد اكثر من 200% 200% صيادله اطباء الاسنان نفس الحاله العلوميين نفس الحاله، مساعدي المختبر نفس الحاله، كلهم اكثر من 200%. هسه ما اعرف النسب الكبيره بس كلهم عدد كبير جدا. اني خلي اجيب لك مثال، احنا عندنا هسه انا بس هذا المثال مو حتى ما نروح نطلع. احنا عندنا بالبرنامج الحكومي الشراكه مع القطاع الخاص البي بي بي لبعض المستشفيات، جو شركه ايطاليه اخذوا بروبوزل ودراسه لمستشفى زي. احنا بالمستشفى عندنا 200 صيدلي، هم ارادوا 7 صيادله فقط من 200 صيدلي، قالوا ما نريد غير 7، احنا نشغل ب7. فانت على ذلك قس. اني مركز صحي باكثر من 200 منتسب. بالمقابل عندي نقص في ملاكات اخرى، في التمريضيه عندي نقص في الملاكات التمريضيه، في الملاكات الاداريه، في الاطباء، في الاطباء حسب الملاك القياسي. وهناك ندره في بعض التخصصات، عندنا ندره في التخصصات، عندنا ندره في طب الطوارئ، طب الطوارئ، في الطب العدلي، في جراحة الجملة العصبية، في جراحة الصدر، في أغلب المحافظات. وهذه إذا ما نسوي قوانين تشجيعية راح يصير عندنا مشاكل. شنو قوانين تشجيعية؟ قوانين تشجيعية لحث أطباء تشجيعية على دخول هذه الاختصاصات من خلال مثلا زيادة الرواتب والتخصيصات، زيادة الرواتب والتخصيصات، امتيازات أرض، أمور كثيرة أخرى. أنتوا الآن جادين كلجنة صحة نيابية على تعديل قانون التدرج الطبي؟ 100%.